نحن ربينا ونشأنا على الاعتزاز بهويتنا وتمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا. تعلمنا وتثقفنا وانفتحنا وأتقننا لغات شتى، ومع هذا الانفتاح كله ما زلنا متمسكين بهويتنا، ما زلنا متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا. ببساطة، الانفتاح لا يعني التخلي أو الابتعاد عن الهوية. فاليوم يوم نحن نقول هوية ونقول تسامح، هل بينهم علاقة؟ هل توجد علاقة بين الهوية والتسامح؟ قبل ما نبحر في هذا الموضوع، شو تعريف الهوية وشو تعريف التسامح؟ الهوية متفقين على تعريفها، هي مجموعة من الخصائص والسمات اللي تميز وطن عن غيره من الأوطان، صحيح؟ والتسامح، دولتنا يوم أطلقت عام التسامح كان في كثير ناس يظنون أن المقصود هو الغفران. لغوياً صحيح، التسامح هو الغفران، لكن في إطار عام التسامح، التسامح مقصود التقبل والتعايش مع الطرف الآخر مهما كان مختلف فكرياً، دينياً، شكلياً، طائفياً، نتقبل هذا الاختلاف الموجود. نشوف الحين في التعريفين ما في كلمات متشاركة بينهم، ما في رابط واضح بين العلاقة والتسامح، بس اليوم أنا أقول هوية نكهة التسامح. في عالم الأرقام والمعادلات، 1+1 كم يساوي؟ 2. نص القاعة تعرف، نص القاعة ما تعرف، أوكي. بس في عالم العلاقات الإنسانية، 1+1 مو بدائما يساوي 2، ممكن يساوي 3، 4، 100، 200، حتى 0 وسالب، يعتمد على كمية المحبة والتسامح اللي نضخها في العلاقة. هاي صورتي هني تشوفونها، وهذه القاعة اللي هني تشوفونها، ما كنت أتخيل هذه القاعة بتكون تذكرتي الروسية، وما كنت أتخيل هالمنبر يوم بيعيني سفيرة. السنة اللي طافت نهاية شهر 2 بداية شهر 3 كنت أروح الجامعة بشكل روتيني، أحضر كلاساتي بشكل روتيني، أحضر كل الإيفنتات الموجودة بشكل روتيني، لين ما ياني اتصال من الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي. رديت، ألو نوف، شخبارك؟ الحمد لله بخير. نوف، نحن حابين نرشحك لأكاديمية قادة المتطوعين للاتحاد الدولي لرياضة الجامعات في كازان روسيا، وبتكون في 92 دولة مشاركة، ومن كل دولة مرشح واحد يمثل دولته، ونحن نباك أنت يا نوف تمثلين دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المحفل. أتوقع تعرفون جوابي شو هو. طبعاً ما كنت أتخيل فرصة نفس هذه بتيني، وكل يوم نحن نقرب من شهر 6 يزيد فيني الحماس، يزيد فيني الترقب. كل يوم أفتح الكالندر أشوف التاريخ، أوه باقي 60 يوم، أوه باقي 58 يوم، أوه باقي 57 يوم. صحيح كان كل يوم يزيد فيني الحماس، بس كل يوم نحن كنا نقرب من التاريخ كنت شوي فيني خوف، قلق. كيف الناس اللي هناك؟ شو أفكارهم؟ هل بيتقبلوني؟ هل بيتقبلون طريقة لبسي؟ أنا بقابل 92 شخص من 92 دولة، وبسكن في غرفة فيها 3 بنات من قارات مختلفة. فالحمد لله في رحلة روسيا هاي تفاجأت من نقطتين. النقطة الأولى أن ما توقعت أن بعض الأفكار النمطية للأسف كانت متواجدة، والنقطة الثانية اللي هاي بعد مضي مدة ما توقعتها، إن قد شو بكون شعبية هناك، قد شو الناس هناك بيحبوني، ما كنت أتخيل بحصل هالشعبية العالية. تشوفون علم الإمارات؟ كنا نحن البرنامج هناك جدا مكثف، كنا نصحى الساعة 7
نخلص البرنامج 9-10 الليل، نجلس ساعتين مع مجموعاتنا نجلس نشتغل على بروجكت، يعني توصل الساعة 12 نحن منهكين تماماً، بس هل كنا نرقد؟ 4 ساعات كنت أرقد كل يوم، وفي هذا الوقت قدرت أكسر كل الأفكار النمطية المتواجدة. رويتهم فعلاً منو هي البنت الإماراتية. البنت الإماراتية متعلمة، مثقفة، منفتحة، متمكنة، طموحة. حتى يا قال لي مجموعة من الناس هناك، نوف نحن ما كنا بنتجرأ ونيجي عندك ونكلمك لو أنت ما كنتي عفوية ومتسامحة. فيوم من الأيام كثير منهم كتبوا UAE على إماراتهم يعبرون لحبهم لي ولدولتي من كل قارات العالم. فالحمد لله كان أنا شيء جداً عندي مهم في روسيا أني أنا أبرز هويتي، هويتي كإماراتية كعربية. فلبست البرقع والكندورة في حفل الافتتاح، ولبست العباية في الحفل الختامي. وهذه الصورة أنا يوم قلدوني منصب سفيرة الاتحاد الدولي لرياضة الجامعات، وهذا هو رئيس الاتحاد الدولي. كنت بكل بساطة أريد أنشر ثقافتنا وثقافة لبسنا، لأن لا توجد ثقافة أقوى عن ثقافة، بس اختلافنا في هذا العالم هو الجمال بحد ذاته. الشيخ محمد بن زايد حفظ الله قال هذه العبارة في مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، كل واحد منكم سفير لبلده. وأنا تلقيت هذه الكلمة بصفة شخصية، حسيت أن الكرام موجه لي أنا كنوف، واليوم أعيد توجيهها لكم جميعاً، وأتمنى كل واحد منكم يتمناها ويكون أفضل سفير لدولته. شكراً.